مشاهدينا اهلا بكم، همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. انتشرت في الاونه الاخيره موجه من عمليه الافتاء وتقديم الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لكل من يستطيع او يريد ان يقدم الكثير من الافكار عبر شبكات التواصل، وهي تلقى بشكل او باخر نوعا ما من التجاوب مع الجمهور، مما ادى الى ما اسميناه حاله من حالات الفتوى، حاله من حالات الفوضى في ابداء الفتوى، وهو ما تكافح دار الافتاء المصريه والحكومه المصريه بشكل حقيقي حتى تكون الفتوى حق طبيعي لمن يقوم بها والقادر عليها، حيث انها من المفترض انها فيما يشبه رساله يقوم بها الشخص بناء على فهم ووعي وعلم، لكنها تقدم الآن ممن يجهل إلى من لا يعرف أيضا، والنتيجة هي حالة من خلخلة المجتمع في العقيدة بشكل حقيقي. ماذا عن فوضى الفتاوى وكيفية مواجهتها؟ هل ما تقوم به دار الإفتاء كافي في هذه المرحلة من إقامة مركز يخص عملية الإفتاء منفصل ودوره هو الرد على التساؤلات من مختلف أنحاء العالم في هذا المجال؟ ماذا عن تغليظ العقوبة في من يقوم الإفتاء بدون سند وبدون خلفية علمية حقيقية؟ لماذا ظهرت هذه الفكرة أو هذه الظاهرة ووجدت هذا الإقبال؟ ماذا عن الوسط الاجتماعي الذي يقبل مثل هذه الفتاوى ودورها في محاولة خلخلة المجتمع؟ سوف نحاول طرح الكثير من النقاط في هذه الحلقة من همزة وصل عن موضوع الفتاوى وفوضاها من خلال السؤال التالي الذي سيظهر على الشاشة، وهو كيف يمكن مواجهة فوضى وعشوائية الفتاوى؟ كيف يمكن مواجهة فوضى وعشوائية الفتاوى؟ نحن ننتظر آرائكم المختلفة على همزة وصل إي جي كما هو دائم معنا. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا اليوم. الفصل القادم هو فصل معلوماتي عن دور دار الإفتاء المصرية وما تقدمه من خدمات، تابعوه ثم عودوا لنا لنبدأ الحوار. مجددا اسمحوا لنا ان نبدا الحوار. معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنه الفتوى سابقا، معنا ايضا دكتور سعد عبد الدهيم من علماء الازهر الشريف. ارحب بضيفين الكريمين. بدايه الحوار مع الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنه الفتوى سابقا، اهلا بك معالي الشيخ. اهلا بك. ما هو السبب المباشر من وجهه نظر حضرتك في هذه الفوضى في مجال الافتاء؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحقيقة الفتوى تكليف لا تشريف، ومن يعرف قيمة الفتوى أو خطورة الفتوى لا يتجرأ عليها بأي حال من الأحوال. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ولكن المسؤول الأول والأخير عن فوضى الفتاوى هو الإعلام، لأن الإعلام هو الذي يسمح للجهلاء أن يتربعوا للفتوى، ويسمح للجهال أن يردوا على أسئلة المستمعين دون أن يكون عندهم الدراية الكافية. فالإعلام حينما يرى، بدلا من أن يسأل عامة الناس يسأل المتخصص أولا،
لأن الفتوى يشترط في من يتصدى لها أن يكون حافظا للقرآن الكريم، دارسا للسنة النبوية، عالما بأقوال الأئمة والمجتهدين، داريا باللغة العربية، عالما بحال. ينبغي أن يكون المفتي يعلم بنفسية المستفتي، وفوق ذلك أن يكون من يتصدى للفتوى أن يكون على تقوى وورع من الله تبارك وتعالى، لأن حب الظهور يقسم الظهور، وأن يعلم المفتي نفسية المستفتي. فهناك سؤال أو فتوى تنطبق على شخص ولا تنطبق على آخر. كما جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس وسأله هل للقاتل من توبة؟ فأجاب بقوله لا، ليس للقاتل توبة. وجاءه رجل آخر فقال هل للقاتل من توبة؟ فقال نعم. فقيل لابن عباس يا ابن عباس السؤال واحد والإجابة مختلفة، فقال رضي الله عنه وأرضاه الأول لم يقتل، وجاء يسأل إن كان للقاتل توبة، إن كان للقاتل توبة ذهب وقتل وعاد ليتوب، أما الثاني فقتل فعلا وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله، وليس هناك من يملك أن يغلق باب التوبة في وجه أحد من عباد الله. نعم نعم. لأن السؤال واحد والإجابة تختلف، فينبغي أن يكون المفتي على دراية كبيرة بنفسية المستفتي، لأن من يصلح لهذا لا يصلح لذاك. نعم. الأمر الثاني وهو ما يقوم به الإعلام، يعني مثلا على سبيل المثال في يوم من الأيام سمعت أحد المتربعين على الشاشة يقول أن الصلاة في الحمام جائزة. ليه؟ ولك الحمام النهاردة ليس كحمام الأيام الماضية، الحمام النهاردة مفروش سجاد ومفروش وفيه 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 وفيه. هل الحمام لو أنه فرش بسجاد عجمي يخرجه ذلك عن كونه حمام؟ ونسي أن الصلاة في الحمام ومزابل الإبل والمقابر صلاة لا تجوز ولا تصح بأي حال من الأحوال، ومع ذلك الإعلام صنع لهذه الفتوى ضجة كبيرة. هناك آخر تجرأ وقال تدخين سيجارة أو سيجارتين في نهار رمضان لا يضر الصائم، وقال أيضا تطبيق الحرم الجامعي لو أن الفتى قبل الفتاة في الحرم الجامعي لا شيء عليه، لأن هذه من الصغائر أو هذه من اللمم، والله تبارك وتعالى يغفر هذا. هل مثل هذه الفتاوى فضيلة الشيخ، هل مثل هذه الفتاوى تخرج إلى النور؟ ينبغي أن تدفن في مهدها ولا يراها أحد من الناس. فضيلة الشيخ أنا أتفق معك تماما في هذه النقطة، أن هذه الفتاوى يجب أن لا ترى النور، وبالتالي يجب علينا أيضا أن لا نكررها بهذا للجمهور مرة أخرى حتى لا نصير الموضوع من جديد بشكل أو بآخر. لكن دعني أسألك، أنت تواجه اللوم إلى الإعلام، وهذا اللوم يتكرر كثيرا كلما تحدثنا عن موضوع الإفتاء والفتوى وفوضى الفتاوى، ولكن ألم نتحدث منذ فترة ليست بالقليلة بل من سنوات عن فكرة أن من يظهر على الشاشة أو الشتاشات أو من يقوم بعملية الإفتاء يجب أن يكون مصرحا له بهذا؟ قل لحضرتك ما رأيكم لو أننا رأينا إنسانا ينتحل أو يمتحن مثل الضابط وهو ليس بضابط؟ نعم. أو يمتحن مثل الطبيب وهو ليس بطبيب؟ لا شك أن الدولة ستتخذ حياله الإجراءات الصارمة، فمن باب أولى الضابط لو أخطأ حيكون مع شخص أو عشرة، الطبيب لو أخطأ خطأ حيكون مع 10 أو 20، إنما العالم اللي بيتصدى للفتوى لو أخطأ خطأ ضلل أمة بأسرها. فينبغي أن يضرب بيد من حديد على كل من يتصدى للفتوى دون أن يكون أهلا لها ودون أن يكون لديه تصريح يؤهله لذلك. وأصبح والحمد لله في هذه الأيام لجان الفتوى منتشرة في محافظات الجمهورية كلها، ف
ففي كل محافظة في كل منطقة أزهرية لجنة فتوى فيها خيرة العلماء الذين تم اختيارهم واختبارهم وتأهيلهم لهذه المهمة، فينبغي أن يذهب السائل إلى هؤلاء ليأخذ العلم من منبعه حتى يكون على بينة. ويعجبني في يوم من الأيام كنت أمشي في أحد الطرقات ومعي بعض رفاقي، فصب لنا رجل فقال: أنتم علماء ولا مشايخ؟ ما احنا لابسين الزي الأزهري. فيقول: أنتم علماء ولا مشايخ؟ فضحكني، فقلت له: يا أخي طلباتك إيه؟ قال: إن كنتم مشايخ الله يسهل لكم، إن كنت علماء أنا عايز نسأل سؤال. فانبسطت بهذه الثقافة. ليه؟ لأن مش كل واحد لبس العلم والككولة يؤهل لأن يتصدى لأن يرد على الفتوى على سؤال، لأن الفتوى لها من الخطورة ما لها. قال صلى الله عليه وسلم. إذن فضيلة الشيخ أنت نكأت جرحا مهما، وهو فكرة ثقافة هذا المجتمع في إلى من يتوجه للبحث عن المعلومة، خاصة في معلومة خطرة تشبه عملية الإفتاء في الدين. كيف يمكن رفع الوعي في هذه المنطقة من خلال عمل دار الإفتاء المصرية نفسها ولجان الفتوى المخول لها عملية الإفتاء؟ أولا الذي يملك ذلك تماما بمساعدة أو مساعدة لدار الإفتاء والمجمع البحوث الإسلامية هو الإعلام. فالإعلام هو الذي يستطيع أن يوجه الناس ويبين للناس خطورة الفتوى وخطورة السؤال غير المتخصص. ينبغي ذلك. ليه؟ لأن الفتوى لها من الخطورة ما لها. نعم. فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش، اسمح لي أن أضم لهذا الحوار دكتور سعد عبد الدايم، وهو من علماء الأزهر الشريف، على أن أعود إليك بالمزيد من الحوار. دكتور سعد أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسلام المشاهدين والكل. دكتور سعد، فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش يحمل الإعلام المسؤولية في مجملها عن فكرة فوضى الفتاوى، كيف ترى الأمر من وجهة نظرك أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث من ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرتك، فوضى الفتاوى، مسألة فوضى الفتاوى أو القضية فوضى الفتاوى من المسائل التي يعني إيه طرحت إعلاميا كثيرة. نعم. لكن لما نبحث عن هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الفوضى في الفتاوى، هذه الأسباب هي عبارة عن منظومة كاملة، لا يمكن أن نحمل مؤسسة واحدة من المؤسسات بأنها هي السبب في وجود هذه الفتوى في وجود هذه الفوضى. لكن هي مسألة شاملة، تقصير في بعض في بعض المؤسسات، أمر آخر يتعلق بثقافة المجتمع، أمر آخر يتعلق بظهور الجماعات المخالفة للمنهج الوسطي والمنهج الأزهري المعتدل. كل هذه الأمور يمكن أن تكون مجموعة أو أدت إلى وجود فوضى في الفتاوى. أمور كامنة فيما تتعلق بالمفتي وأمور تتعلق بالمستفتي. أمور تتعلق بالمفتي حينما يذهب أو حينما يتعرض للإفتاء من ليس أهلا لذلك، ربما يكون عالما بالحكم الشرعي لكنه ليس مؤهلا للإفتاء. يعني حضرتك عالم بالحكم الشرعي لكنه ليس مؤهلا للإفتاء، ياريت حضرتك تشرحها للناس عشان يفهموها أكتر. نعم، يعني حضرتك ممكن يكون الإنسان عارف بحكم شرعي لكن الفتوى تتعلق بأمور أخرى غير معرفة الحكم الشرعي. تتعلق بمعرفة الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، زي ما فضيلة الشيخ تفضل، الشيخ عبد الحميد تفضل بطرح القضية التي حدثت مع أو الموقف الذي حدث مع سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل من القاتل، فأكانت الإجابة مختلفة تبعا لماذا؟ تبعا لحال الشخص، وعلى الرغم يعني حكم القاتل هل له توبة، جاءت الإجابة مختلفة تبعا لحال الشخص الذي جاء ليسأل. وهذا الأمر يتعلق بحال المفتي نفسه، يستطيع أن يعلم بما عنده من ملكات حال الزمان، تغير الفتوى بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأحوال وبتغير الأشخاص.
على الرغم من علمه بالحكم بأن القاتل له توبة، إلا أنه أجاب إجابتين مختلفتين تبعا له لحال الشخص. وكذلك الفتوى تتغير بتغير الزمان، يعني حضرتك على سبيل المثال كان زمان يقولون أن التدخين ليس بحرام. لماذا؟ لأنه لم يتعين أو لم يتضح من خلال الأطباء بأنه يؤدي إلى ضرر واقع على الإنسان المدخن. لكن لما تبين مع مرور الوقت بأن التدخين يؤدي إلى قتل النفس ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالشخص، قالوا بحرمته. لماذا؟ فتغيرت الفتوى بتغير الزمان، التطور الزمان الذي حدث أدى إلى تغير، وتتغير كذلك بتغير المكان وبتغير الأحوال. فهذه الفتوى تختلف عن الحكم الشرعي، بتتطور بتتغير. أما بالنسبة فيما يتعلق بالإنسان المستفتي، ينبغي يعني أن يتجه الإعلام في البيان للناس إلى من سيذهبون، إلى من ستذهب لتطلب الفتوى. ولذلك حضرتك دائما ما أرجح أو أشير إلى الإفتاء المؤسسي. إحنا حضرتك عندنا ثلاث مؤسسات، يعني بالرغم أنها في مصر إلا أنها عالمية: مؤسسة الأزهر الشريف، مؤسسة دار الإفتاء، مؤسسة وزارة الأوقاف. لكل مؤسسة يعني منفذ من منافذ الفتوى الإلكترونية أو من منافذ الفتوى على أرض الواقع، لها منافذ كثيرة حتى لا يكون هناك مجال للناس في أن يذهبوا إلى غير المتخصصين. لكن المشكلة عند الناس حضرتك إن من يذهب ليستفتي يعني يذهب لأن حال الشخص أو شكل الشخص الذي أمامه يطلب، يعني يجعله يطلب منه الفتوى، فينظر إلى إنسان قد أطال لحيته أو قصر ثوبه أو وضع أو لبس جلبابا أو فعل ذلك على أنه إنسان عالم فيذهب فيفتيه. كان أحدهم يذهب إلى أحد السلف الصالح وهو القاسم بن محمد، كان يذهب إليه فيسأله في الفتوى، فيقول له لا أحسنها، فقال فيقول له بالله عليك أجبني فإني لا أجد غيرك، يعني يلح عليه بالسؤال. هو لديه ثقة فيه بشكل أو بآخر، هو ألبسه ثوب معين في ذهنه، وبالتالي خلع عليه فكرة أنه يستطيع أن يمد بالفتوى. وهذا ما أجابه حينما قال له: يا بني لا يغرنك طول لحيتي ولا كثرة الناس حولي فإني لا أحسنها. طيب حضرتك يعني حطيت يدك على نقطة شديدة الأهمية، وهي فكرة أن البعض بيلجأ لبعض من يفتي في هذه المرحلة من غير المؤهلين، اعتمادا ربما على شهرة، ربما على انتشار، وهو غير مؤهل. كيف ترى ضبط هذه النقطة؟ البعض يطرح فكرة وجود قانون منظم لمن يقوم بعملية الإفتاء لمنع البعض، وكان من قبل هناك تنظيم لعملية من يقومون بعملية الإفتاء وتحديدهم بشكل واضح، لكن أعتقد أنه لم يقر حتى نهاية أو لم يفعل حتى نهاية. بص حضرتك، هو إحنا عندنا الثلاث مؤسسات الدينية هي المخولة بهذا الأمر، هي التي تنظر في هذا الحال. هل الأمر يتطلب إلى قانون؟ يبقى لا بد من وجود هذا القانون. هل الأمر يتطلب إلى ضبط معين من خلال وسائل معينة؟ لابد أن يحدث هذا الأمر، لأنها تتحدث في لب تخصصي. لكن خلينا حضرتك نقول ماذا يفعل الناس. ينبغي على الإنسان من انتمى إلى هذه المؤسسات أن يطور نفسه. كل مؤسسة حضرتك الآن بتعمل إلى قيام دورات تدريبية للناس لتأليم لهذا الأمر. ماذا يفعل الناس؟ يذهب الرجل مع زيادة التقوى عنده، المستفتي زيادة التقوى عنده وترسيخ التقوى عنده يجعله لا يتحدث في المسألة إلا عن علم. لكن عوام الناس يذهبون إلى من انتمى إلى هذه المؤسسات، فإذا ذهب فاستفتى شخصا من أصحاب هذه المؤسسات، فهذا الأمر يتعلق بالشخص. إن كان عنده تقوى سيجيبه بما عنده من علم. ليه حضرتك؟ لأن للأسف بعض الناس يظن أن الفتوى يقع ضررها من خلال خطأ في الفتوى. لا، هناك فتاوى يؤدي الخطأ فيها إلى قتل النفس. ولذلك حضرتك لما جي أعرابي لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما جي مجموعة من الصحابة يقصوا لهم ما حدث لهم مع أحد أصحاب النبي، هذا الرجل كان قد أصبح جنبا فأراد أن يغتسل وكان في رأسه جرح،
فقال لهم: هل رأيتم لي شيئا من التيمم؟ أستطيع أن أتيمم لأزيل هذه الجنابة؟ فقالوا له: ليس لك ذلك الأمر، بل عليك أن تغتسل. فلما اغتسل مات هذا الرجل، دخل الماء في جسده فمات. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالأمر، فقال لهم: قتلتموه قتلكم الله، هل لا سألتم إذ لم تعلموا؟ يبقى حضرتك هنا أمر يتعلق إن الفتوى لما خرجت خاطئة أدت إلى قتل. يبقى المسألة مش مسألة إطلاق الحرام أو الحلال. كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا سئل في فتوى جمع لها أهل بدر جميعا: يا جماعة الخير، يعني المستفتي ينبغي أن المفتي ينبغي أن يتقي الله، إن لم يعلم فينبغي أن يقول له فلتذهب إلى المؤسسة أو والمؤسسات جعلت لها أرقاما واضحة مشهورة بين الناس يستفتونها في هذه الأمور، وإن كان مؤهلا فليفته. لكن إذا ذهب الإنسان إلى من هو من أهل التخصص وتحدث معه وأجابه، هذه الإجابة إن كانت خطأ فالمفتي له أجر، وإن كانت صوابا فله أجران. أما المستفتي فليس عليه وزر. لماذا؟ لأنه سأل أهل الذكر، قال الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، حضرتك أشرت في بداية حديثك إلى أن فوضى الفتوى راجع لعدد كبير من القضايا، يمكن إجمالها في أنها عدد كبير من المتغيرات سياسية اقتصادية اجتماعية كبيرة مرت على مجتمعنا. مواجهة هذا بشكل حقيقي، هل هو دور الإعلام وحده؟ لا يمكن حضرتك أن نرمي بالأمر على مؤسسة واحدة، بل هي كما ذكرت لحضرتك الأمر مشترك. الأمر ينبغي أن يكون تكاتف جميع المؤسسات. يعني على سبيل المثال، فلا يأتي الإعلام إلا بالمتخصصين، فلا يأتي الإعلام إلا بمن هو أهل لذلك، فلا يأتي الإعلام إلا من وضع له تصريح في ذلك، وهكذا. وتأتي المؤسسات بترشيح بعض الناس ممن هو أهل لهذه الفتوى في الظهور في هذه المنصات الإعلامية. لكن حضرتك المشكلة مش مسألة إعلام فقط، المشكلة على أرض الواقع كذلك نجد هذه الفوضى. يعني ليس في من يتصدر في الفتوى، أو إذا في 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 الاستدعاء من ليس أهل الفتوى من قبل الوسائل الإعلامية، ليس المشكلة كامنة في هذا فحسب، بل في أرض الواقع أولئك الذين كانوا ينتمون إلى الجماعات المتطرفة لا يزالوا على كثير منهم على أرض الواقع، فيفتي للناس بفتاوى مضللة. نعم. حضرتك كل مع بداية كل عام، هل يجوز تهنئة الإخوة المسيحيين بأعيادهم؟ كل مع بداية كل عام، ليس الأمر فيما يتعلق بالآخر أو بإخواننا المسيحيين في وجود هذه الفتاوى، بل نجد هذا الأمر أيضا فيما يتعلق بالمسلمين مع بعضهم البعض. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ هل يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية؟ هل يجوز؟ هذه الأمور كلها أدت إلى وجود فوضى في الفتاوى. لماذا؟ لوجود منصات لبعض هؤلاء ممن لا ينتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف. نعم. أنا بشكر حضرتك دكتور سعد عبد الدين، وأنت من علماء الأزهر الشريف، على هذه المداخلة وما أبديته من وجهة نظر. أعود مرة أخرى بالحديث لفضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا. فضيلة الشيخ أنت معي؟ نعم. ظهور هذا الكم من التساؤلات التي كان يشير إليها الدكتور سعد عبد الدايم في معرض حديثه معنا، وهو حتى ما بين المسلمين وبعضهم البعض، في هل يمكن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، هل يمكن وهل يمكن وهل يمكن، على ما تشير كل هذه الأسئلة، هل هي عن عدم معرفة المجتمع بما له وما عليه المجتمع الإسلامي، أم أنها فوضى مختلقة فعلا من وجهة نظرك؟ أولا، ليس من العيب أن أسأل سؤالا وأقول لا أدري. طبعا. رحم الله الإمام مالك، فهو القائل: من قال لا أدري فقد أجاب. حينما يوجه إلي سؤال وليس في مقدوري، ينبغي أن أعطي للسائل فرصة حتى أتمكن من الإجابة الصحيحة. ولكن للأسف الشديد البعض بتأخذه العزة بالاسم، الذن انسأل والذان ما نجاوبش. أنا مع فضيلة الدكتور عبد الدايم
فيما قال إن الفتوى بتتغير بتغير الزماني أو بتتغير بتغير المكاني، والحياة كلها متغيرات. أما بالنسبة لتهنئة الأخوة المسيحيين أو نحتفل بعيد المولد النبوي أو إلى آخر ذلك، فمن ناحية المسيحيين كلنا نسيج واحد، وهذه المعلومة أعلنها فضيلة الإمام الأكبر، كلنا نسيج واحد، نعيش على أرض واحدة، ونستظل بسماء واحدة، ونشرب من ماء واحد، وكلنا إخوة، والدين لا يفرقنا، لكم دينكم ولي دين. أي عيب يلحق بالمسلم إذا قابل أخاه النصراني وهنأه بعيد ميلاد المسيح؟ ألا يعلم المسلم أننا أتباع المسيح وأننا نحتفل بميلاد المسيح كما نحتفل بميلاد خير المرسلين محمد؟ أما قرأنا قول الله سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله؟ أما قرأنا قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولكن في هذه الأيام المتنطعون الذين يريدون أن يحدثوا خلافات بين أبناء المجتمع الواحد فينبغي أن يضرب على يد هؤلاء بيد من حديد، ينبغي أن يضرب عليهم بيد من حديد، وألا تسمح لهم الفرصة، وألا يعطيهم الإعلام مساحة بأي حال من الأحوال، سواء أكان إعلاما مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، ينبغي أن يضرب عليهم بسياج، وليس من مؤهلات الفتوى عود السواك أو الثوب القصير أو إلى آخره، لا، وإنما زي ما كان فضلت الدكتور عبد الدايم إن فيه عالم بيبقى عارف الحكم وعارف المعلومة ولكنه لا يستطيع أن يوجهها للمستمع، لأن الفتوى ميران، لأن الفتوى ميران، والفتوى متقلبة بتقلب الظروف والأحوال. هذا ما ينطبق على هذا لا ينطبق على ذاك، فينبغي أن تكون هناك ثقافة ووعي لدى الجماهير ككل، والمسؤول عن هذه الثقافة بمعاونة المجمع البحوث الإسلامية وبمعاونة دار الإفتاء وبمعاونة وزارة الأوقاف الإعلام، فالإعلام هو الذي يستطيع أن يوضح للناس الصورة الكاملة، والإعلام لا يستدعي من يتربع على الشاشة ويتصدى للفتوى إلا بعد أن يتأكد عن مؤهله وعن عمله وعن موقفه وعن كل شيء، وكما قيل قبل ذلك لا يخرج للإعلام ويتربع على الفتوى إلا بتصريح من إدارته وهم المسؤولون عنه. وأذكر في يوم من الأيام أيام أن كنت في الخدمة وجدت من يتربع على الشاشة عضو في محافظة الأسكندرية، وأرسلت إليه وقلت للإعلام إذا أردتم استضافة أحد العلماء فاتصلوا بمدير عام وعظ الأسكندرية، إما أن يحضر هو وإما أن يرشح من يصلح لهذا، لأن الفتوى في غاية الخطورة، أجرعكم على الفتية أجرعكم على النار. كانت الفتوى على عهد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض على أكثر من 300 صحابي، فدي يحولها لده ودي يديها لده ودي، ليه؟ خوفا من أن يقع في الفتوى. ليه؟ نعم. أجرعكم على الفتية أجرعكم على النار. نعم. فضيلة الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقا، أنا بشكرك على هذه المداخلة وكل ما قدمت معي من وجهة نظر لهذه القضية. مشاهدينا دعونا ننتقل معا بعد هذا الجزء من الحديث الذي حاولنا فيه أن نطلع على حقيقة المشكلة التي ربما فتحناها مرارا وتكرارا لكنها تحتاج دوما للمزيد من الحوار. دعونا نطلع على أهم الجهود التي بوزلت من أجل أن تكون هناك مؤسسات تعنى بعملية الفتوى، بحيث يجد الفرد منا الجهة الرسمية الحقيقية المؤهلة القادرة على إعطاء الفتوى في محلها الصحيح. دعونا نطلع من خلال الفاصل المعلومات التالي. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. تابعنا دور المركز الخاص بالمساعدة على تقديم الفتوى وأيضا البوابة التي أنشئت في هذا الإطار وهي محرك البحث الإفتائي الخاص بدار الإفتاء. كل هذه الجهود التي حاولت الدولة من خلالها تقنين المسألة ووضعها على طريق الصحيح، لكن هناك سؤال يدور في الأذهان في هذا الإطار: لماذا يقوم شخص غير مؤهل في هذه المرحلة بتقديم الفتوى لشخص آخر يبحث عن شخص ألبسه عباءة الفهم وبالتالي لجأ إليه؟ هي بالتأكيد مشكلة مجتمعية يجب أن نبحث لها عن حل، ومن ثم تظهر حلول أخرى في هذا الإطار. دعوني أتوجه بالسؤال للدكتورة إيمان عبد الله، أستاذ علم النفس والعلاج الأسري. أهلا بك يا دكتورة إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. ليه أنا أتوجه كشخص في المجتمع إن لشخص غير مؤهل أو لا أعرف ما هي خلفيته العلمية لأخذ منه فتوى في ديني في نقاط شديدة الحساسية ويمكن أن تكون مؤثرة على المجتمع بأكمله؟ لماذا هذا التوجه السلبي، ولماذا يقبل هذا الفرد، ولماذا يتوجه الفرد الآخر لمن هو غير قادر على إعطاء الفتوى؟ كيف تفسرين الأمر مجتمعيا ونفسيا؟ اولا هو يعني بصراحه موضوع في غايه الاهميه وممكن يعمل مشاكل كتير طبعا زي ما حضراتكم طرحتوا، ولكن كان هناك من فتره استفتاء حول هذا الموضوع ولقوا ان معظم الناس او 70% من الناس العامه اللي هم المفروض بيسالوا المفتي بذلك يعني المعني بذلك فعلا كرجل دين مؤهل للافتاء، فلقوا ان معظم الناس بتتكلم عن طريق او بتاخد الفتوى عن طريق المواقع الإلكترونية الغير معني بها، يعني الحكومة مش هي اللي عاملة هذه يعني تابعة لمؤسسة دار الإفتاء، لا هي ناس ليست مؤهلة، ممكن يبقى رجل دين ولكن غير مؤهل للإفتاء، لأن الإفتاء ليها مواصفات خاصة، وده بيكون طبعا يعني دي وظيفته الأساسية إن هو له القدرة على الإفتاء. فأنا كمواطن بفتح دايما الأسهل، دي نمرة واحد. الإنسان دايماً فوضوي شوية طبعه، فإن لم يؤهل التأهيل من ضبط شرعي وضبط اجتماعي وقانوني يبدأ يستسهل ويرتكز على هذا المفهوم أو على هذه الإفتاء من غرائضه، وبيبقى مبسوط بحاجة زي كده، بلس إنه ما عندوش القاعدة الدينية القوية فما يعرفش معظم أحكام دينه، دي حاجة. أما الشخص اللي بيعمل كده فهو طبعاً ده ليه تفسيرات كتيرة جداً، قد يكون شخص اصلا بيدي افتاء خطا لانه مش عارف اللهجه بتاعتي، مش عارف سؤالي كويس، مش مدرك للسؤال، دي حاجه ثانيه. لو فتحنا بقى الموضوع هنبص نلاقي ان اي ضبط اجتماعي في الدنيا عشان تهدي هذا الضبط ونظامه لابد ان تنخري وتشوهي وتهششي الجزء الديني له، فهنا الدين بيقع وظيفته، فلما تقع الوظيفه الدينيه للمجتمع اذا يصبح افراده هشين، وده المعني بيه انه كل شويه مواقع على الفيس تعمل افتاء كل المجالات على فكره، بس طبعا اختارهم الافتاء في الدين لانه الدين له وظيفه سلوكيه مهمه جدا، فان انت اديت افتاء بان السلوك ده هيبقى غير السلوك المعني به في كتاب الله ورسوله، اذا انت هنا بتهد قيم هذا الشخص وبتهد قيم المجتمع وعاداته، فإذا هو طبعا منظومة عايزة إعادة. طيب إذا حضرتك هنا بتقصدي أن في قصدية من القائم بعملية الإفتاء وهو غير مؤهل لعملية التغييب. طيب الشخص اللي بيتوجه لشخص غير مؤهل لموقع غير مؤهل وغير قادر على عملية الإفتاء بأنه ياخد المعلومة، هل شخص تنقصه المعلومات بينقصه الفهم، بتشوفيه إزاي؟ بصي، في فعلا كتير جدا رغم شهاداتهم الأكاديمية العالية لكن ليس لديهم أي معلومات قوية أو حتى والله المعلومات البدائية، يعني لما بيجيني حد استشارات ممكن بيتها يهدم بسبب أمور بسيطة جدا في الدين هي مش فاهماها، فلابد من أنه ننشط شوية دور المؤسسات الدينية، وهي فعلا عاملة دور نشط بالأمانة. يعني أنا لقيت فيديوهات معمولة للأطفال عشان تتعلم الأمور الدين بشكل وسطي معتدل، أن هنا دور أسري بقى يبدأ يقوي من الناس دي لأنه فعلا مفيش الجوانب الدينية القوية زي الأول، وده خطر على حياة الأسرة والفرد ومجتمعه، فهو بيبقى فعلا عنده أمور هشة في الدين ما عندوش، فبيروح بعفوية. ف
فاحنا من خلال البرنامج عند حضراتكم بنقول لهم هناك موقع رسمي لدار الافتاء هو مهيئ ان هو يجاوب على اي سؤال ديني. دي نقطة. النقطة الثانية لابد من التعليم، وده عملته برضو دار الافتاء، ان هو بتعلم الناس المقبلين على الزواج امور الزواج عشان كثرة الطلاق. اذا هناك نقط قوية تابعة للحكومة المصرية وبتمد ايدها للمؤسسات دي انها تعمل وعي. فاحنا لازم بدور الاعلام نقول للناس ان في اماكن فعلا بتعلم الناس حاجات كتيره جدا تبينها. نعم نعم، انا بتفق معاك يا دكتوره ايمان على هذه النقطه، انه يجب ترويج اكثر لفكره ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات في هذا الاطار، خاصه ان هناك ثلاث مؤسسات معنية كل منها يعمل بجد واجتهاد في هذا الإطار. هناك محرك بحثي متاح لهذا الأمر من خلال دار الإفتاء، هناك مركز للإفتاء، هناك الكثير من يعني الحقيقة الجهود التي تبذل في هذا الإطار. أنا بشكر حضرتك دكتورة إيمان عبد الله، أستاذ علم النفس والعلاج الأسري، على هذه المداخلة، وبتجه بالحوار لدكتور حمدي البهوي الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور حمدي. دكتور حمدي، أنا عندي نقطتين الحقيقة أريد أن أطرحهم عليك. النقطة الأولى هي عن التشريع ودوره في ظاهرة الفتوى أو في كبح جماح الفتاوى وفوضاها في هذه المرحلة، كيف ترى الدور التشريعي؟ الحقيقة فندم، حل مشكلة الفتاوى الشاذة التي انتشرت والتي تؤرق المجتمع وتكدر السلم العام والأمن المجتمعي، عندنا في حل موجود، وهو الحل موجود في دستور الدولة في الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع، الفصل الأول المقومات الاجتماعية، نص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية. فعندنا بالفعل في دستور البلاد القائم حل موجود يجب اللجوء إليه، وعندنا حل مطلوب وحل منتظر، فالأمال معقودة على اللجنة الدينية في مجلس النواب القادم إن شاء الله أن تتقدم تلك اللجنة بمشروع قانون يطرح للتصويت بالجلسة العامة. هذا المشروع يسن تشريعا يقضي بمعاقبة كل من يتصدى للإفتاء من غير المتخصصين بعقوبة رادعة لارتكاب جناية في حق الإسلام والمجتمع والإنسانية. عظيم. ده إنسان بيكدر السلم العام، بيكدر الأمن المجتمعي. الفتوى الشاذة يا فندم أيا كان موضوعها، هي في النهاية خروج على القانون، خروج على الأعراف، خروج على التقاليد، هي في النهاية إساءة وجناية في حق المجتمع وفي حق أفراده فردا فردا. فإذا كان القانون الجنائي بيعاقب من يعتدي على شخص بعينه، فإن هذا المفتي الذي يتبنى الفتاوى الشاذة ويروجها لا يرتكب جناية في حق شخص، إنما يرتكب جناية في حق أمة، في حق مجتمع، في حق دين، في حق إنسانية. فكم من جريمة ارتكبت باسم فتوى شاذة؟ نعم. اللي قتل القاضي الخزندار قتله بفتوى، واللي قتل النقراشي قتله بفتوى، واللي حاول يغتال فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة حاول أن يغتاله بفتوى. فكل تلك الجرائم وكل تلك المناكير، والقائمة تمتد في هذا الحديث يا فندم بشكل كبير جدا لتضم رموز المجتمع بكافة فئاتهم في عمليات الفتوى وعمليات إهدار دمهم، ودي بس فتوى في جانب واحد، هناك مئات الفتاوى بل آلاف الفتاوى التي تضر بصحة وعقل هذا المجتمع وعملية نموه وخروجه إلى النور بشكل حقيقي. في هذا الإطار أسألك يا دكتور حمدي عن ما يقدم الآن من جهود، وهي كثيرة الحقيقة، من المؤسسات الثلاث المعنية بعملية الإفتاء وتقديم المعلومة للجمهور، عن حجمه ومدى تناسبه مع حاجة المجتمع في هذه المرحلة، هل هو كافي؟ هذه الجهات يا فندم بتؤدي دورها المنوط بها، ولكن هذه الجهات في النهاية هي هيئات وجهات علمية، هيئات وجهات بتعتمد على العلم وعلى المعرفة وعلى الفكر السليم الصحيح. نعم. ولكن نحتاج مع تلك الهيئات وتلك الجهات سلطات لها قوة نافذة على أرض الواقع. نحتاج إلى تشريع. نعم. قانون تعتمد عليه السلطة القضائية في محاسبة ومحاكمة هؤلاء المارقين والخارجين الذين يروجون الفتاوى الشاذة. الهيئات يا فندم، الأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، كل تلك الهيئات تقوم بأدوار عظيمة جدا، ولكن في النهاية
هذه الهيئات لا تملك سلطة، لا تملك حساب، لا تملك عقاب. نعم. وكما قالوا من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. هؤلاء الذين يفتون الفتاوى الشاذة قوم أمن العقوبة فأساءوا الأدب. نعم. أما إذا كان هناك تشريع وهذا أنا أتفق معك يا دكتور حمدي جملة وتفصيلا في هذه النقطة، وهي فكرة ضرورة وجود تشريع رادع في هذا الإطار. دكتور حمدي البهوي الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر، أشكرك على المشاركة وما أبديته من وجهة نظر. دعونا نطلع على آرائكم المختلفة قبل أن ينفذ الوقت لدينا. أهم الآراء التي ظهرت إلينا ستظهر على الشاشة الآن. حقيقة أن هناك نقاط أساسية طرحناها في هذا الحوار حول حل المشكلة، ربما أبرزها على الإطلاق هو الحل التشريعي، أيضا ضرورة إضافة وعي المجتمعي. هنا يجب أن تتعاون جهات المجتمع المختلفة في فكرة الثقافة المجتمعية التي تجعلني أعي ما يقدم إلي من معلومات وليس فقط الفتاوى. دعونا نقرأ آراءكم. محمد عبد المقصود نصير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أولا منع تصريحات بعض الأشخاص اللي بيتقال عليهم شخصية عامة زي الممثلين وغيرهم، هما سبب بأن تطلع فتاوى غير مدروسة. أنا مش قادرة أفهم إيه علاقة الممثلين يا أستاذ محمد بالفتاوى، إحنا بنتكلم عن أشخاص غير مؤهلين في مجال الإفتاء بيقدموا فتاوى، أكيد ممثل أو فنان لن يقدم فتوى دينية. ناهد عبد الفتاح، هناك عدة محاور تنظم الفتوى، منها أولا عدم السماح بالفتوى إلا لمن يصرح له الأزهر بالفتوى مع فرض عقوبات المخالف لأنه لا يضر العامة بفتوى. ثانيا دورات تدريبية لتوحيد الرأي في القضايا المعاصرة بين كل من يتم له تصريح بالفتوى. ثالثا الرقابة على القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية عن طريق مجموعة مدربة من الأزهر متخصصة بذلك. يعني هو بديل عن الرقابة يا أستاذ ناهد، يمكن أن تكون هناك عمليات الإشراف على من يتحدث على الفضائيات. توفير شاشات عرض بالمساجد والمعاهد والجامعات والشوارع متصلة بمركز فتاوى الأزهر لتلقي الفتوى من الجهات المختصة، أجد هذا يعني اقتراحا عظيما. أكرم حمودة، فوضى الفتحة سببها الرئيسي هو العمل الدعوي في مصر وعدم وجود خطط ممنهجة لتوصيل وتعليم الناس أمور دينهم، وأرى أن العمل لتقليل ذلك يكون باليد الطولة للدولة في إصدار تشريعات وقوانين تجرم الإفتاء. أنت تتفق معي يا أستاذ أكرم، التشريع ومن ثم عملية التثقيف المجتمعي التي يجب أن تتعاون عليها كل مؤسسات الدولة من ثقافة وإعلام بالتعاون مع المؤسسات الدينية العاملة على تعددها في هذا المجال من دار إفتاء الأزهر الشريف مركز البحوث والدراسات، هي بؤرة هامة في حل هذه المشكلة بالإضافة إلى أيضا التشريع. نضف إليهم جهود تلك المؤسسات العاملة في تقديم الفتوى في كل مكان في ربوع مصر. نرجو أن نكون غطينا الموضوع كما ينبغي، ولكن هذا لا يعني إغلاق الملف هنا في همزة وصل، لكن وقتنا انتهى. إلى أن نراكم غدا قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، لكم من التحية.